هنا شاطئ القصر الأخضر بسكيكدا، الراية حمراء وعلو الأمواج يتجاوز المترين، غير أن عددا كبيرا من المصطافين يصرون على المغامرة وركوب أمواج البحر بدعوى أنهم قطعوا مسافات طويلة من أجل الاستجمام ولا يهمهم وضعية البحر. أنا نحب نعوم، أنا ولد البحر، كيعود البحر هايش لازم نعوم فيه، كيعود قال ما نعومش. واش هي مادا بيا الناس هادو اللي ما يعرفوش يعوموا فاهم عليا، يشبعوا دايابو دايابو يوش. ممنوع السباحة ممنوع السباحة، واحد ما يشبحها يا خويا. كاين ناس بزاف طاعت، كاين إنسان عنده 3 سنين من اللي يا لليوم القاواش هذه كاملة، واش اللي سبة سبات على بحر هايج وما يتبعوش القانون تاع الحماية المدنية. الناس يجعوم هنايا غرقوا ناس ماتت، هذوك واش كيتحمل المسؤولية؟ تلقاه قاطع لك 200 كيلومتر وانت يجي قلب بحر فاقي، هو كيف ما يدخلش يدخل يريسكي ناس البحر، لازم طرف الدنيا يجي لازم يدخل يشوف البحر. كما راه نشوفوا البحر راهم باقي طالع بزاف، والناس يشوف الناس قاعدين يعوموا هكا تما ما يبالوش بحياه تاعهم، تما كما يقول لك البحر باقي نورمالمون كما هك ما يعوموش يريسكيو، تما دراري صغار كما هك شوك دير لهم شوك هكا نورمالمون يفيتيو هكا يعوموا. اليوم مغامرة حقيقية يقوم بها الكثيرون، وبعضهم يعبث بحياته وحياة أبنائه، بينما وجد أعوان الحماية المدنية صعوبة كبيرة في التدخل لإنقاذ العدد الهائل من المصطافين الذين علقوا بين الأمواج. شوفوا لهنا احنا نراعيوا حالة المصطاف اللي يجي عندنا لهنا واش ينقوا صعوبات ومشاكل مع المصطافين، ما يراعيوش الراية الحمراء كما راك تشوف لهنا، نواجه مشاكل معهم سواء بالتوعية ولا صفارة ولا رياح عاتية تسببت في ارتفاع أمواج البحر بشكل رهيب خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن المصطافين ما زالوا يصرون على عدم احترام الراية والصفارة، ما يجعل من موسم الاصطياف مرشحا لحصد المزيد من الأرواح.